السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بخصوص علاج الخرابيش في البويا السادة السوليد كولر أو البيسكوت، في حاجة اسمها سوليد كولر بويا سادة، دي بويا بتترش فوق جسم العربية. هنفرض ان اللون احمر، بتترش فوق جسم العربية كده لونها احمر بيلمع، ده عبارة عن لون صبغة وورنيش في نفس الوقت بتلمع، وفي نفس اللون تاني احمر برضو بيلمع، ولكن في هنا طبقة بيسكوت احمر، ده مطفي الاول وفوق منه بترش الكلير كوت اللي هو الطبقة الشفافة اللي بتخلي ده يلمع، وفي نفس الوقت بتحافظ على الطبقة دي لان هي طبقة ضعيفة مطفية 1K. ده الكلير كود بقى 2K، يعني بياخد مصلب، وده ده احمر وده احمر، ده بياخد مصلب وده بياخد مصلب. اللي بيلمع هنا الطبقة دي اللي هي الكلير كود، وده مطفي ضعيف 1K، يعني مش بياخد مصلب، عبارة عن الصبغة اللي هو الاحمر وفوق منه الطبقة الشفافة. علاج الخرابيش في الاتنين بقى هيكون عامل ازاي؟ وهنا ده كله بيلمع، يعني ده لو احنا شلنا الطبقة دي كده اهو، لو احنا شلنا طبقة من هنا كلناها بصنفرة او ايا كان، ووصلنا هنا لسطح خشن نتيجة الصنفرة، لو قعدنا نلمع في الكومباوند والبولش هيلمع. ونفس الكلام هنا اهو، لو قعدنا نشيل في الطبقة دي كده ووصلنا للسطح ده هنا كده اهو، مهما هنقعد ناكل مكان الصنفرة هيبقى، لكن هنلمع هيفضل يلمع. احنا عندنا خربوش، ادي الخربوش في البويه الساده، اخترق المكان ده. علشان خاطر نعالج الخربوش ده بنضطر ان احنا ناكل من اللون اللي هو البويه الساده السوليد كلر لغايه ما نوصل كده اهو. طبعا الحاجات دي ده مجرد حاجات دقيقه جدا ما بتبانش بالعين، ولكن احنا بنوضح علاج الخربوش بيتم ازاي. يعني علاج الخربوش بيكون على حساب انك بتاكل في طبقة اللون، بتضطر اللي انت، احنا عندنا خرابيش مثلا اهي، خرابيش هنا اهو، علاج الخرابيش بيتم ازاي؟ بتاكل انت من الطبقة دي كلها. ليه؟ لان ده كله هتلمعه هيلمع بيتشال، تمام كده يا رجالة، لغاية ما يجي بقى خرابيش. هنفرض ان الخرابيش بقت هنا اهو، هنا بقى عشان خاطر تعالجها تضطر اللي انت توصل للبرايمر اللي تحت والصاج والقصة دي. ففي خرابيش بتتعالج وخرابيش ما ينفعش ان هي تتعالج. نفس القصة انا اهو، الخربوش ادام هنا، ادي الخربوش، خربوش طول ما هو في طبقة الورنيش هتقدر اللي انت تاكل من الطبقة دي كده، تاكل كل ده وتخلي ده مطفي، هتستغنى بقى عن حتة الورنيش اللي هنا اهو، تمام، وتبدأ اللي انت بالكومباوند والبولش تلمع. طب هل ده هيبان؟ لا طبعا مش هيبان، ولكن لو عملته بصباعك كده وقعدت تفحر هيبان، هو بيتصنفر بكاوتشه او بصباعك حتى، ولكن تلف ايدك كده على حتة الصنفرة ال 2000 او ال 2500. لكن لو وصلت لطبقة اللون اللي هي المط دي، يعني هنفرض ادي الخربوش، الخربوش وصل لهنا اهو واخترق ده كده، وصل لهنا اهو، لو انت حاولت تشيل طبقة الورنيش ووصلت للبيس كوت، ده اسمه بيس كوت، وصلت لطبقة البيس كوت ده ما بيلمعش، ده ما بيلمعش. يعني لو حاولت اللي انت تصنفر في دوت لمعه، ده ما بيلمعش، مالوش ان هو يلمع، مش هيلمع معاك. ادي الفكرة يا رجالة، اللي انت تحاول تلمعه ده لا، ده ما اللي بيلمع الطبقه دي بس، دي اللي انت بتعالج فيها الخرابيش. يا رب يكون المعلومه وصلت للرجاله، عشان خاطر في ناس سالتنا على النقطه دي على القناه، ويعني من حق الناس دي برضك المعلومه دي، على فكره يعني ناس كتير جدا عارفاها، يمكن اصلا حاجه عند الفنيين حاجه عاديه جدا، ولكن في ناس ما عندهاش المعلومة. يا رب يا رجالة تكون المعلومة وصلت. أي استفسار سيبوه في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.